أهلا وسهلا بقناتي، قناة الشيف سحر مرقص. النهاردة هنعمل مع بعض قشطة كريمة بمصر بيقولولها، لحشو الحلويات، لحشوة النمورة الفلسطينية، حشوة القطايف العصافيري كمان ممكن تنفع، وكمان لحشوة الكنافة. أوكي يا جماعة، خلينا نشوف عملناها إزاي. القشطة دي نعملها على مرحلتين. أول مرحلة ناخد لتر من الحليب أو اللي هو اللبن بالمصري، بنخليه لحديدة ما يقرب يغلي. لما يبتدي تقريبا بالغليان نضيف 3 ملاعق خل أبيض لحد ما يفصل. شايفين دلوقتي عندنا فصل، اللي فصل ده هو فصل الجبنة عن المية. الجبنة دي هناخدها لأن هنستعملها في القشطة بتاعتنا. على فكرة ممكن دي مع الموتزاريلا تخلطوهم مع بعض وتحطوا عليهم سكر، وتنفع برضو لحشو الكنافة الكنافة تنفع، وكمان للنمورة الفلسطينية. بس القشطة البلدي تطلع بطريقة مختلفة. إذا أنت عاوزة حاجة شبيهة بالقشطة البلدي أو اللبة عندنا بفلسطين بنقول لها، هي الطريقة دي. إحنا نفصل الجبنة وبعدين نعمل المرحلة التانية. فكده أول مرحلة جهزت. دلوقتي المرحلة التانية، هنا عندي أنا 500 مل حليب اللي هو لبن بالمصري، 500 دبل كريم أو هي الكريمة بتاعت الطبيخ أو بتاعت الحلويات أسفة، حطيت نص كوب سكر، كوب نشا، أوكي، ومعلقتين ماء الزهر. يا جماعة أنا هنا عملت كمية لأن هستعملها بأكتر من وصفة، هستعملها لحشو حلاوة الجبن، وعاوزة كمان أحشي فيها حاجة تانية. فأنتوا إذا مش عاوزين قد كده اعملوا النص، حطوا بس لازم يكون الكريمة نصف والحليب أو اللبن نصف. أوكي، ده أنا هنا لسه على البارد، أنا لسه بدوبهم. لما أشوف إنهم دابوا مع بعض كويس بولع النار تحته وبخليه يوصل لحديدة الغليان. لما أشوف عند الخليط بلش يتقل ساعتها ايش منوطي عشان ما ينحرقش، ما يتلسعش الحليب او اللبن بتاعنا. هنا ابتدى يتقل زي ما انتوا شايفين. اعرف ازاي امتى هقف، انا حوريكو، بوصل لسمك معين بس حوريكو امتى وازاي نعرف ان هو ده السمك. شايفة هنا بقت زي بداية البشاميل لما ابتدى يتقل، أو زي المهلبية، إحنا عنا الفلسطيني واللبناني والسوريين زي المهلبية، هو تقريبا ده زي المهلبية تقريبا يعني. أوكي، أو قشطة الكذابي بيقولوا لها، دي كده قشطة كذابي. لما نزيد لها الجبنة التانية تبقى زي القشطة البلدي. نتركها تبرد شوية ونخلط الجبنة على الخليط ده الكريمي. أوكي، لما نخلطهم مع بعض يطلع عندنا أحلى قشطة للحشي.
شايفين ما أحلى شكلها؟ شكلها رهيب وطعمه أكتر رهيب. هاي هيك منحطها بالبراد وبتكون إيش جاهزة إن إحنا نحشي فيها. بعد شوي بس لشوي تبرد بنقدر نحطها بكيس الكريمة، الكيس اللباني بتقولوله في مصر، تتحشي فيه، تحشي فيه حلاوة بجبن، تحشي فيه القطايف العصافيري، تحشي فيه حتى ورق الجلاش اللي انت عاوزاه، أو ممكن تقدميه لوحده على فكرة مع شوية ويبت كريم، كريمة خفاقة مع فستق وشوية شربات، وألف صحة وعافية.